السلام عليكم أيها المشاهدون أيها المشاهدات. اليوم إن شاء الله غادي نصوب واحد العصير عصير خضر، ندير شوية الكرفس، شوية الحامض، شوية ديال الكيل، ولا ديرو السبينيش، ولا ديرو أي حاجة عجبتكم. ماشي، أي حاجة خضراء تقدروا تعصروها مع الحامض مع الكرفس، تقدروا ديرو معاها شوية ديال التفاح، إن شاء الله غادي يجي زوين. ما ديروا لا سكر لا والو، هذا ما كيجيش مع السكر. عندكم حامض خضر حتى هو ديروه، ماشي مشكل، على بركة الله. بسم الله ما شاء الله، هذا هو العصير الاخضر ديالنا، غير الكرافس الكيل ولا السبينيش ولا اللي عجبكم ديروه. تقدر دير فيه حتى ديك الريكولا، ما عرفتش كيقولوا له. الحمد لله هذا مزيان للناس في الصباح ولا مع الغداء، ومزيان تشربوا الصباح الناس اللي، وبالاخص الناس اللي عندهم السكر. الناس اللي عندهم السكر مزيان ليهم بزاف بزاف. ولا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تخلوش علينا بواحد لايك، واحد سبسكرايب، شيري مع العائلة الاصدقاء، والسلام عليكم.